تعاملت البارحة مع أنساب الأشراف للبلاذري حول معاوية، لكن وجدت الأكثر أهمية ترجمة معاوية المطولة جدا في البداية والنهاية لابن كثير. وابن كثير تلميذ ابن تيمية جمع جل الروايات، والحقيقة دهشت للمسوغات التي سوغت أعمال معاوية. قالوا أن معاوية دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشبع، قالوا نعم، لأن من الضرورة بمكان أن يظل الملك يأكل ولو 7 مرات في اليوم، لأن هذا يعبر عن أبهة الملك. يعني استسخاف العقول والتلاعب، وجعل معاوية مهدي، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له إلى غير ذلك. وعلى استحياء ورد عند البلاذري، مع أنه مؤرخ مهم، معاوية في تافوت مقفل عليه في جهنم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد أبو سفيان ومعاوية فقال: لعن الله الحامل والمحمول والقائد والسائق. لكن أبلغ من ذلك، كان في علماء أحرار ومفكرين، على سبيل المثال عبد الله بن المبارك سئل عن معاوية وعن فضائل معاوية، فقال: بحسب معاوية أن يترك كفافا. يعني إذا نجا، إذا ترك ولم يوضع في تابوت، فذلك من نعم الله تعالى وفضائله عليه.